ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية في الجولة الثانية، آخر أيام الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021. هنتكلم عن مواعيد مباريات الغد بالنسبة لدوري الأمم الأوروبية، الغد الثلاثاء 8 سبتمبر 2020. أول مباراة معانا هتكون مباراة أرمينيا أمام إستونيا، ميعادها الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش. باقي التقديرات هتكون في آخر الفيديو بإذن الله تعالى. في المجموعة سي 2 القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3 والمعلق جوايات بدة. جورجيا هتلعب امام مقدونيا الشمالية الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، ايضا 4 مساء بتوقيت جرينتش في المجموعة سي 2. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 والمعلق مدر اليوسف. المباريات القادمة بقى هتكون كلهم في نفس التوقيت، الساعة 8:45 مساء يعني 9:15 بتوقيت مصر، الساعة 6:45 يعني 7:15 بتوقيت جرينتش. المباريات هي مباراة بلجيكا أمام أيسلندا، مباراة هامة جدا في المجموعة A2. قناة ناقلة بين سبورتس اتش دي 4 والمعلق نوفل البيشي. مباراة الدنمارك أمام إنجلترا، مباراة هامة جدا في المجموعة A2 أيضا. القناة ناقلة بين سبورتس اتش دي 3 والمعلق علي محمد علي. مباراة فرنسا أمام كرواتيا، مباراة هامة جدا 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 في المجموعة A3. القناة ناقلة بين سبورتس اتش دي 1 والمعلق رؤوف خليف. وكذلك مباراة السويد أمام البرتغال، مباراة قوية في المجموعة A3. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 5 والمعلق محمد بركات. وعندنا مباراة بين قبرص وأذربيجان في المجموعة سي 1، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 10 والمعلق سوار الذهب. ومباراة بين لوكسمبورغ أمام الجبل الأسود في المجموعة سي 1، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 6 والمعلق أحمد عبده. وأخيرا مباراة سان مارينو أمام ليشتنشتاين في المجموعة دي 2 والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية لآخر يوم في الجولة الثانية. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عملك الفيديو، أو بمعنى صح مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عملك الفيديو، ولا تنسى توقع نتائج المباريات الهامة. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.